لم تعد نافذة للتواصل بين الأفراد فحسب، وإنما باتت تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتشكيله في العراق، بعد أن سجلت حضورها كلاعب رئيس في ثورات الربيع العربي. التزايد المستمر في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق لم يأتي من فراغ، فالفساد الحكومي وفوضى السلاح وتكميم الأفواه وهيمنة الميليشيات على المشهد العام في العراق والإفرازات الخطيرة للاحتلال ومشروعه وما صاحبه من ترد للوضع الأمني الذي تعيشه البلاد جعل من هذه المنصات منابر يعبر بها العراقيون عن آرائهم بشكل حر. الحكومات المتعاقبة في العراق اعتبرت من جانبها وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق يهدد أمن البلاد وسيادتها، بعد أن وصل عدد مستخدميها في العراق إلى قرابة 30 مليون مشترك، وحاولت عبر سلطتها التشريعية طرح ما يعرف بمشروع قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت للحد من تأثير هذه الوسائل الحديثة. القوى المناهضة للاحتلال في العراق وظفت الإنترنت مبكراً في نضالها ضد الاحتلال ومشروعه، فكانت البداية مع تجربة فصائل المقاومة العراقية التي اتخذت من المنتديات في حينها منبراً إعلامياً لبث عملياتها لكسر الحظر الإعلامي المفروض عليها من قبل الاحتلال. حتى جاءت ثورات الربيع العربي في المنطقة عام 2011 ليكون للعراقيين تجربة فريدة في توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تحشيد تظاهرات في أكثر من 50 مدينة في ثورة 25 من شباط، الأمر الذي دفع حكومة المالكي إلى قطع خدمة الإنترنت في حينها للحد من تأثير هذه المواقع، فضلاً عن ملاحقة الناشطين على تلك المواقع. منصات التواصل الاجتماعي شكلت عاملاً مهماً في تكوين الرأي العام للشارع العراقي عند اندلاع ثورة تشرين ومن قبلها تظاهرات المحافظات الجنوبية في عام 2018، وساهمت بكسب التعاطف مع المتظاهرين، الأمر الذي دفع الحكومة آنذاك إلى زيادة وتيرة قمع المتظاهرين بالتزامن مع قطع الإنترنت للتغطية على عمليات القتل الممنهجة التي مارستها قواتها بشوارع المدن المنتفضة. هي سلاح ذو حدين، فتارة تستخدم لتحشيد ثورات سلمية ضد حكومات الفساد التي تمارس القمع ضد حرية التعبير ومنبرا لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وتارة تستخدمها الحكومة وجيوشها الإلكترونية لبث الإشاعات وتضليل الرأي العام، كما تستخدمها الميليشيات أيضا للتحريض على الفوضى وإثارة الاضطرابات في البلاد.